السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الأخبار؟ أنا طيب، أنتم صحة سلامة. معكم اكس بلاك حمود 187 اكس من قناتي. طبعا اليوم جايب لكم كومنتري الجيم باتل فيلد، بس اني ناسي كم واحد ذبحت انا، والله ما ادري. بس ان الجيم قصير يعني، ما كملت الجيم. في النهاية احنا فزنا بالجيم. اليوم بجيب لكم والله اني لخبطه قويه. اليوم حبيت اني اقول لكم موقف صار لي وانا صغير، كان او موقف ظريف جدا جدا جدا. تقريبا كان يمكن عمري حوالي يمكن 10 سنوات. خالي الله يعطيه الصحة والعافية جاب الجدي جوال، جوال جديد. فطبعا جدي بدل ما يفرح هو بالجوال، انا اللي فرحت بالجوال كان الجوال حقي. فتعرفون لما يجيك بالجرايد ولا اعلانات 700، رقم 700 700 طبعا عارفين انتم، ياخذ فلوس كثيرة ويحطون يعني نغمات ولا صور ولا العاب زي كذا. فانا خذيت جوال جدي، فكان جدي ما تجي فاتورة كثيرة. كان جدي عنده جوال قديم، ما ادري وش هو الجوال، يكلم منه ويطفي ما ادري كيف، و يعني بس يكلم كذا يعني، وقت ما بيكلم شغله بعدين يطفيه، يعني ما كان يخلي شغال. فقمت انا خذيت جواله وما بقى شيء، ورش رسائل على 700 وادق عليهم واخذ ما ادري وش واغاني العاب ورنات ما ادري وش. يعني الرجال هو شايف ما يفهم شيء، ما راح يفهم شيء من الاشياء. فجا ذاك اليوم يمكن تقريبا تو يعني ما يمدي فرح بالجوال، وما يمدي يعني زي كذا فرح حتى شريحته هو عام. ف جاب الفاتورة فراح عند أمي الله يطول بعمرها إن شاء الله. وراها الفاتورة فقال لها: يا بنتي كم فاتورتي؟ قالت له: 3000 ريال. هو شوي بيغمى عليه انهبل لما سمع السالفة فيها 3000 ريال، استغرب قال: من ايش 3000 ريال ذي؟ قالت: ما ادري. قالت: انت شوف كيف كل الرسايل لك على 700 وزي كذا، فراحت فرح رشده كله ل 700. فالرجال خلاص قام قال: هذا عرفت من السبب، هذا محمد. فتعرفون محمد اللي سوى نفسه بريء ولا له دخل بالسالفة، بعد ما سبب له خسائر وكذا قام طلع منها. ف شو اسمه، فقمت انا سويت، قلت انا خلاص يعني، قلت كده الحين ما راح اعطيني الجوال زي كذا. فعلا ما اعطاني الجوال الا تقريبا بعد ما يعني وصلت يمكن عمري 16 سنة. يعني كل ما اطلب الجوال يقول لي لا ما في، ما اطلب الجوال لا ما في، يعني كان هو عارف السبب عشان ما دق على 700 وكذا. فكان هذا الموقف اللي يعني ها شاء تعجبكم يعني يا صغير. فخسرت التخسير يعني 3000 ريال، وتو هو لسه ما فرح لسه شهر ما كمل، شهر لسه ما كمل بالجوال، فزت فاتورة 3000 ريال. فعلى العموم كذا حبيت اني اطقطق كذا، جبت لكم جيم باتل فيلد، قلت خلينا نشوف يمكن يعجبهم. نحاول يعني ان شاء الله نجيب جيم كامل باتل فيلد ان شاء الله. على العموم اذا عجبكم المقطع لايك كومنت سبسكرايب مفضله، ولا تنسون لا تنسون انكم تشتركون بقناتي، لا تنسون تعطوني لايك، لا تنسون تعطوني مفضله. ويلا اشوفكم على خير. اذا حابب تتواصل معي عندكم صفحتي حتى تويتر الاسك والفيس والايميل وسكايب. ويلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معكم اكس بلاك حمود 187 اكس من قناتي.